أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد في نهج البلاغة عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من أطاع الواشي ضيع الصديق. معنى الرواية أنه لا ينبغي للإنسان الحكيم أن يصدق الشخص المفسد النمام، بل عليه أن يتأكد ويتيقن من الحقيقة بنفسه لكي لا يخسر إخوانه. فعلينا أيها الأحبة أن لا نتسرع في الحكم على الآخرين لمجرد كلام سمعناه من هنا وهناك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.